وفي فضاء حدود صبر العراقيين الخارج عن حسابات الزمن، حيث تعودوا الابتكار ومواجهة حصار السياسة بأبوابه المختلفة. والعراقية أم يوسف وعبر درايتها بالخياطة تحدث الصعاب وانطلقت بمشروعها من بين تلال الركام بمدينة الموصل، ولم تستمع للمحبطين الذين حاولوا منعها من إطلاق مشروعها، فواصلت التحدي لتصبح عنوانا يقصده المواطنون من مختلف مناطق نينوى، ما زاد من طموحها لافتتاح دورات بالمهنة للأيتام والأرامل للاعتماد على النفس وتأمين العيش. بداية أنا أول ما جيت القديمة بداية التحرير شفت المنطقة القديمة تحتاج الخياطة نسائية يعني، فبديت هذا مشروعي الصغير يعني، وأتأمل أنه هو أن يفتح أكبر وأكبر إن شاء الله بالأيام المقبلة. فصارت يعني تحديات وأنه ضغوطات على مود المحل أنه بالقديمة لازم يفتحين انت ما مشروعك ما يمشي هوني، وما يعني فاشل حشم نقول بوجهه يعني، ومنطقة مهجورة ومنطقة ما حد يفوت بيها ويطلع يعني، والناس تحكي معه. بس أنا تحديت هذا الشيء وفتحت مشروعي ومحلي للصغير إن شاء الله، والحمد لله ماشي، الحمد لله الإقبال صار علي يعني، النساء التقريم النسائي رجالي، خياطة نسائية، خياطة يعني خيط قمصان، ملابس أعراس، ملابس كردي، فالإقبال صار علي الحمد لله، والخياطة جودة والحمد لله يعني مضبوطة، سمعة الحمد لله صارت طيبة يعني، وارتاحت أنا ارتاحت يعني، ما شفت أي إشكالات من فتحت المحل، ماكو أي إشكالات، ما شفت أحد يعني تعرض لي أو أحد ماكو أي إشكال يعني، فتحت يعني والحمد لله. من كنت صغيرة أحب الخياطة، فظلت هاي الهواية وصارت محبتي للخياطة وطموحي للخياطة أني أفتح المشغل، والحمد لله أنه تحقق هذا الحلم. هو تمام صغير، بس إن شاء الله على مرور الزمن وعلى مرور الوقت إن شاء الله راح أكبر مشروعي وأفتح تدريب، لأن أدرب بنات من فئة الكبار والصغار، و يعني استقبل الارامل المطلقات اللي اخذوا شهاده الخياطه وقعدوا يغيدون خياطه، ان شاء الله ندعمهم بهذا المشروع.